جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في الصالح، هذا الرجل لا يصلي مع جماعته، وزوجته متخاصمة مع جيرانها. لعل لكم كلمة لهذا الرجل. واجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وواجب على زوجته التوبة إلى الله والإصلاح مع جيرانها وإزالة الشحنة والبغضاء فيما بينهم. وعلى الاثنين أن يتوب إلى الله، على الزوج أن يتوب إلى الله ويصلي مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، ومن تركها فقد ترك واجبا عظيما اتصف بصفات المنافقين. وعلى الزوجة أن تصلح فيما بينها وبين جيرانها، وأن تؤدي حقوق الجيران التي أمر الله جل وعلا بها. نعم.